هذا المعالم جتي من واقع خيالي اللي أنا شايفها يعني في بغداد، وعشت أنا في بغداد وولادتي في بغداد. فمنذ صغري أنا أحب هذه الشناشين البغدادية، لأن أنا شنت في مناطق بغداد يسموها بغداد القديمة، مثل قنبر علي، باب الشيخ، أبو سيفين، هذني كانت كلهن، حتى الدوائر الحكومية الموجودة في بغداد، وزارة الدفاع، وزارة هذه المالية، كلها أبوابها من خشب قديمة وبيها معاني كثيرة. هاي الهواية صارت عندي 1990، قمت أشتغل على شكل كارتون، هاني من كارتون أسوي كذا، أسوي مثل هاي الأعمال. بعدين قلت خلا أطور عملي، هاني ليش أسوي كارتون والكارتون يؤدي للهلاك، ينتهي الكارتون، هاي رطوبة ينتهي. فعملت من خشب. أول بيت عندي هو فوق، ما يزال موجود في عندي، هو صغير، سويته على شكل بيت صغير حجمه ما يقارب ما بي 20 سنتيم. بعدها قلت هذا صغير، ما يعني ما هذا شو اخله كبره، اشتغلت اكبر وراها، اشتغلت اكبر. فهسه يعني صار عندي كلش عملي كلش دقيق، اعرف قياسات الباب، اعرف قياسات الشباك، اتذكر الشباك بالسابق شلون كان، اعمل مثلا فد شغلات اللي هي ما موجوده على البال. واشتغلت احد كثير من اعمالي، احد بيوت رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي، واشتغلت شارع الرشيد، واشتغلت بيت بالعشار، اقدم بيت بالعشار، واشتغلت قنبر علي، واشتغلت سوق السراي. فكل هذني أنا اشتغلوا بعد ما يزال أعمالي مستمرة في هذا المجال.